السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم عاصم منصور من شركة أوربكس في النظرة اليومية للأسواق اليوم 11 أغسطس 2022. نبدأ بتداولات مؤشر الدولار الأمريكي اللي سجل بعض التراجعات الطفيفة بعدما أظهرت بيانات التضخم بالأمس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 8.5 نقطة مئوية مقابل التوقعات التي أشارت إلى 8.7 نقطة مئوية، والقراءة السابقة لشهر يونيو عند 9.10 نقطة مئوية. وتشير تلك البيانات إلى تباطؤ معدل التضخم داخل الولايات المتحدة الأمريكية وتقليل الضغوط على الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة خلال اجتماع شهر سبتمبر بمقدار 75 نقطة أساس، ولكنها لا تنفي سيناريو رفع الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية أو ربع نقطة مئوية، مما يعني أن الفيدرالي الأمريكي مستمر في تجديد السياسة النقدية ولكن ليس بنفس الوتيرة التي شاهدناها خلال الأسبوع يعني الشهر الجاري عفوا. ومن المتوقع أن نشهد المزيد من الارتفاعات للدولار الأمريكي على المدى الطويل، ولكن على المدى المتوسط لا تزال الحركة التصحيحية الهابطة قائمة، مع ملاحظة أن مستويات الدعم تستقر عند مستويات 103.53. ويجب مراقبة أيضا أسعار النفط لتحديد مد هل سيستمر التضخم في التباطؤ خلال الشهور القادمة أم أنه يعني تباطؤ مؤقت قد يعقبه المزيد من الارتفاعات. في حال أظهرت بيانات التضخم المقرر صدورها الشهر المقبل الارتفاع آخر للتضخم، سوف تزداد احتمالات رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، ولكن إذا أظهرت المزيد من التباطؤ فمن المتوقع أن يكون التضخم قد بلغ ذروته وأن الفيدرالي الأمريكي قد يصل إلى معدلات الفائدة الحيادية ولن يضطر إلى الاستمرار في رفع الفائدة خلال عام 2023، وبالتالي قد يتخلى الدولار الأمريكي عن مكاسبه بنهاية العام الجاري. وأيضا يلاحظ أن أسعار الوقود كان لها دور كبير جدا في تباطؤ معدلات التضخم، إذ أن أسعار الوقود قد تراجعت لحوالي 57 يوم متتاليين من أعلى مستوياتها التي سجلتها عند 6 دولارات للجالون الواحد. ولكن من الناحية الفنية يفضل شراء الدولار الأمريكي بعد اختراق مستويات 106.85، ولكن في الوقت الحالي لا تزال تصريحات الدولار الأمريكي الهابطة قائمة على المدى المتوسط والقصير. وبالنسبة لتداولات اليورو دولار، نلاحظ كسر لنموذج مثلث صاعد على الإطار الزمني ل4 ساعات. سجل اليورو دولار أعلى مستويات قرابة المستويات 1.366. من المتوقع أن نشهد المزيد من الارتفاعات لليورو دولار إلى مستويات 1.0500، وتظل تلك النظرة قائمة ما لم يحدث إغلاق 4 ساعات أسفل مستويات 1.0250. وبالنسبة لتداولات الاسترليني دولار، أيضا لا تزال النظرة الحيادية قائمة باستقرار التداولات ما بين المستويات 1.23 والمستويات 1.20 على المدى المتوسط. الشراء سيكون بإغلاق 4 ساعات أعلى مستويات 1.2350 لاستهداف المستويات 1.24، ولكن في الوقت الحالي قد نشهد بعض التصحيح الهابط، خاصة أن بنك إنجلترا يتوقع انزلاق الاقتصاد البريطاني في حالة من الركود خلال نهاية العام الجاري، وعلى أن تستمر فترة الركود لفترة طويلة مما قد يضغط على الأداء الاقتصادي وبالتالي زيادة الضغوط المبيعية على الاسترليني دولار. وبالنسبة لتداولات الذهب، أيضا نلاحظ استقرار التداولات عند مستوى صحيح فيبوناتشي نسبة 61.8 على الإطار الزمني اليومي. الاستقرار أسفل مستويات 1807 يدعم النظرة البيعية على المدى القصير كالمضاربة بالبيع من المستويات الحالية، مع الحرص على وضع أوامر رفع خسارة عند مستويات 1810. تلك يعني النظرة مستمرة ما لم يحدث إغلاق أسبوعي أعلى مستويات 1810. أي إغلاق أسبوعي أعلى مستويات 1810 سيدفع الذهب إلى مستويات 1835، ولكن الاستقرار أسفل المستويات المنطحة للرسم البياني سيعني المزيد من التصحيح الهابط إلى مستويات 1780 ومنها إلى المستويات 1750. وبالنسبة لأسعار النفط، ارتد النفط من مستوى الدعم 88 دولار للبرميل ليجري تداوله حاليا عند مستويات 92.65. من المتوقع أن نشهد المزيد من التصحيح الصاعد، ولكن على المدى المتوسط من المتوقع أن تستقر الأسعار ما بين المستويات 100 دولار للبرميل و90 دولار للبرميل، على أن يتم البيع من الحد العلوي لهذا النطاق والشراء من الحد السفلي. وأخيرا بالنسبة لي يعني تداولات الداو جونز، وصل الداو جونز ارتفاعه كان متوقع، وتم الإشارة إلى أن مستويات 33350 هي مستويات مستهدفة على المدى المتوسط، ولكن يلاحظ حاليا على الإطار الزمني اليومي
إعادة لاختبار خط اتجاه هابط، يجب مراقبة الحركة السعرية لمؤشر الداو جونز حاليا في الوقت الحالي. تكون شموع بيعية على الإطار الزمني اليومي سيدعم البيع بحركة تصحيحية قد تمتد إلى مستويات 32880، مع الحرص على وضع أوامر في الخسارة عند مستويات 33600. أما في حال تم اختراق هذا خط الاتجاه بشموع إيجابية، من المتوقع أن يتم استهداف مستويات 34000 خلال الأيام القادمة. كانت هذه نظرة سريعة للأسواق، أتمنى لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمة